بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشرح مع بعض درس من دروس النحو، ألا وهو كم الاستفهامية وكم الخبرية. من خلال قراءتنا للأمثلة السابقة الموجودة في العرض السابق هنعرف معنى كم. طبعا كم هنا يا جماعة هي كلمة، كم سواء كانت كم الاستفهامية أو كم الخبرية هي كلمات ليست من ألفاظ العدد المعروفة، ولكنها تدل على معناه، ولهذا تسمى كنايات العدد. طبعا من كنايات العدد أيضا يا جماعة كأي وكذا، ويسأل بها عن العدد. طبعا من خلال قراءتنا للأمثلة السابقة يا جماعة هنعرف الفرق بين كم الاستفهامية وكم الخبرية، وأيضا هنعرف تمييز كم الاستفهامية وتمييز كم الخبرية. ده اللي هنشوفه من خلال قراءتنا أو هنطلعه من خلال قراءتنا للأمثلة السابقة. أعزائي الطلبة والطالبات، بعد أن عرفنا أن كم الاستفهامية وكم الخبرية كلمات ليست من ألفاظ العدد المعروفة ولكنها تدل على معناه، فهيا بنا نعرف الفرق بين كم الاستفهامية وكم الخبرية. أولا من خلال الأمثلة السابقة نعرف الفرق بين كم الاستفهامية وكم الخبرية. أولا في الأمثلة رقم 1 و2 و3 و4 هنعرف معنى، من خلال هذه الأمثلة هنعرف معنى كم الاستفهامية والدلالات أو العلامات الدالة على كم الاستفهامية. أولا رقم 1، كم الاستفهامية يستفهم بها عن عدد مجهول أو عدد غير معلوم كما هو موضح في الأمثلة. أيضا كم الاستفهامية تحتاج إلى جواب، فمثلا في المثال رقم 1 يقول عندك إيه؟ كم كتابا في مكتبتك؟ طبعا هنذكر عدد الكتب اللي موجودة في المكتبة، يبقى كده جاوبنا عليها، يعني كتبنا الإيه؟ الجواب. أيضا من خلال الأمثلة وهنلاحظ في الأمثلة كما هو موجود إن كم تأتي في بداية الجملة، يبقى كم الاستفهامية تأتي في صدر الجملة أو في بداية الجملة. أيضا يا جماعة هنشوف، طبعا كده عرفنا إن كم الاستفهامية يستفهم بها عن عدد مجهول تحتاج إلى جواب، يعني أنا بذكر العدد أو الجواب اللي أنا سألت عنه. بعد كده كم الاستفهامية تأتي في بداية الجملة. طبعا كم الاستفهامية بحكم إنها كلمات تدل على معنى العدد يبقى هيكون لها تمييز. طبعا التمييز بتحكم هنا يا جماعة هو المستفهم عنه، الحاجة اللي أنا بستفهم عنها، يبقى هو ده التمييز بتاعنا. والتمييز ده هو بيكون مفرد منصوب أو مفرد مجرور. فمتى يأتي تمييز كم مفرد منصوب ومتى يأتي تمييز كم الاستفهامية مفرد مجرور؟ أولا يأتي تمييز كم مفرد منصوب إذا لم تسبق بكم وحرف جر كما في المثال اللي موجود معانا، كم حجرة في منزلك؟ هنا حجرة هنا تمييزها إيه؟ تمييز منصوب، تمييز مفرد منصوب. طيب أما يكون مجرورا إذا سبقت كم بحرف الجر أو بحرف من حروف الجر كما في المثال رقم 4، يقول لك إيه؟ في كم يوم أنجزت العمل؟ جاء يوم هنا تمييز مجرور، التمييز بتحكم هنا إيه؟ مجرور. ليه؟ لأن سبقته أو سبق كم حرف جر، يبقى من هنا. أيضا من خلال الأمثلة لاحظنا يا جماعة حاجة، إن طبعا كلمة أو جمل اللي مكتوبة فيها أو المبتدئة بكم الاستفهامية منتهية بعلامة استفهام. أيضا ده فرق بين كم الاستفهامية، فرق من الفروق اللي بين كم الاستفهامية وكم الخبرية، يبقى علامة الترتيب بتاعتنا اللي بنحطها آخر كم الاستفهامية يكون علامة استفهام، علامة الاستفهام اللي هي موجودة معانا. أما كم الخبرية، طبعا هنا يا أولاد أو أعزائي الطلبة هنعرف إن كم الخبرية تفيد الإخبار بكثرة شيء ما. فمثلا في المثال اللي موجود معانا
كم رئيس أدى رسالته؟ طبعا احنا ما نعرفوش عدد الرؤساء، ولكن تدل على ايه؟ على كثرة الرؤساء اللي أدوا الرسالة بتاعتهم. يبقى كم هنا تفيد الإخبار، كم الخبرية تفيد الإخبار بكثرة شيء معين ولا تحتاج إلى جواب، يعني أنا ما بجاوبش عليها، هي بتدل على كثرة الرؤساء اللي هم أدوا الرسالة، ولكن إيه؟ ما بذكرش العدد بتاعها. طيب كم الخبرية أيضا تأتي في بداية الجملة، تتصدر الجملة. طيب تمييز كم، تمييز كم يا جماعة، بالنسبة تمييز كم الخبرية، تمييزها بيكون مطلوب بالإضافة كما في المثال الأول، كم عامل متواضع، هنا ايه عامل هنا مضافة الى كم، هنا تمييز ايه منصوب مجرور بالإضافة، تمييز مجرور بالايه بالإضافة. ايضا تمييز كم يا جماعة قد يأتي مجرور بحرف الجر من، كما في المثال او كما في المثال كم من شهيد في الجنة، يبقى من شهيد، هنا شهيد، هنا ايه هنا بنقول تمييز مجرور بعد حرف الجر من. طيب يكون بعد حرف الجر ايه من هنا جمع. طيب تمييز كم قد يكون مفرد او جمع، او مفرد او ايه او جمع. فمثلا نذكر مثال، مثلا يقول لك ايه كم من شهداء في الجنة، يبقى شهداء هنا ايه تمييز، تمييز ايه كم، وجاء جمع مجرور لان دي بعد حرف الجر او بعد حرف الجر يا جماعه، او تمييز كم يكون مجرور، كم الخبرية يكون مجرور اما مجرور بالإضافة او اما مجرور بحرف الجر كما هو موضح في الأمثلة السابقة. وبكده نعرف وايضا نقطة تانية يا جماعة، ان كم الخبرية يأتي او بنلاقي في نهايتها علامة تعجب، دي برضه بتبقى فرق او تكون فرق من الفروق اللي بتوضح لنا بين كم الخبرية او علامة تدل على كم الخبرية. وبكده نبقى عرفنا الفرق بين كم الاستفهامية وكم الخبرية. طيب احنا هنطبق الكلام ده هو او هنشوفه من خلال الامثلة التالية، هنشوف الامثلة ومن خلال الامثلة هنعرف ازاي او نعرف الفرق بين كم الاستفهامية وكم الخبرية. أعزائي الطلبة والطالبات، بعد أن عرفنا الفرق بين كم الاستفهامية وكم الخبرية والعلامات الدالة على كل من كم الاستفهامية وكم الخبرية، فهيا بنا نقوم بالإجابة على هذه الأسئلة مع بعض. أولا في المثال الأول أو التدريب الأول يقول لنا إيه، ضع كم في كل مكان خال، يعني في المكان الفاضي ده هنحط كم، وهنبين نوع كم مع مراعاة علامة الترقيم. طبعا هنحط هنا في المكان الفاضي يا جماعة كلمة كم، سواء كانت خبرية أو كم الاستفهامية، ومن خلال الأمثلة اللي موجودة معنا هنعرف كم دي سواء كم خبرية أو كم استفهامية. فالمثال رقم واحد، المثال رقم واحد، نبت تمثالا شاهدته في الأقصر. طيب هنا يقول لك تمثالا، هنحطه كم، كم تمثالا شاهدته في الأقصر. طبعا تمثالا هنا مفرد منصوب. طيب طالما لقينا تمثالا مفرد منصوب يبقى هيكون هنا التمييز ده بتاع كم الاستفهامية، يبقى هنحطه في المثال رقم واحد كم الايه الاستفهامية، كم تمثالا شاهدته في الأقصر. طيب كم الاستفهامية بحط في آخرها ايه علامة الترقيم اللي هي علامة الاستفهام، يبقى هنحط هنا كم، هنحط هنا كم الاستفهامية، وهنحط علامة الترقيم بتاعتنا اللي هي علامة الاستفهام. طيب هنا نقط فنا جديد تجيد، فنا ايه تجيد، يبقى هنحط هنا ايه يا جماعة، طبعا فن التمييز مفرد منصوب، وتمييز الكم اللي تمييزها مفرد منصوب هي كم الاستفهامية، يبقى هنحط هنا كم الاستفهامية مع مين، مع علامة الترقيم بتاعتنا اللي هي علامة الاستفهام. طيب هنا في المثال رقم ثلاثة، نقط ملوك أصبحوا أذلاء، طبعا ملوك جمع، والتمييز الجمع بيكون فين، في كم الخبرية،
يبقى هنحطه كملوك أصبحوا أذلاء، يبقى هنا كم الخبرية في السؤال رقم 3. طب علامة الترقيم بتاعتنا ايه يا جماعة؟ اللي هي علامة التعجب، اللي هي علامة ايه؟ التعجب. طيب نقط علم درست، طبعا هنا علم هنا مجرور، يبقى اللي هنا التمييز بتاعها بيكون مجرور يا جماعة، مفرد مجرور أو جمع مجرور، اللي هو ايه يا جماعة؟ كم الخبرية، يبقى هنحطه هنا كم الخبرية، يبقى كم علم درست، وهنحط ايه علامة التعجب بتاعتنا اللي هي في نهاية الجملة، يبقى ديت برضه جملة خبرية. بعد كده كم من أيام ذهبت هباء، طبعا أيام هنا جمع، طيب وجيه قبلها حرف جر، يبقى مجرورة بحرف الجر، يبقى هنحطه كم الخبرية تدل على كثرة الأيام اللي ذهبت هباء. أنا ما أعرفش عددها فعشان كده بحط كم الخبرية، واللي دليل على ذلك كلمة أيام. جمع مجرور، أما تمييز كم الاستفهامية بيكون مفرد منصوب، مفرد إيه؟ منصوب أو مفرد مجرور، أو مفرد إيه؟ مجرور. زي ما نقوله مثلا ايه يا اولاد في كلمة، زي ما قلنا في المثال اللي موجود في الامثلة السابقة، في كم يوم انجزت العمل، يبقى كم هنا ايه؟ كم استفهامية، ولكن حرف الجر جه قبل كم. يبقى هنا عرفنا الامثلة ديت يا جماعة ان المثال رقم 1 هتبقى الكم هنا كم استفهامية، وهنحط علامة الاستفهام بتاعتنا اللي هي ايه؟ علامة الاستفهام. فنا هنحطه كم، هيبقى هنا كم هنا يا جماعه كم استفهاميه، وهنحط علامه الايه؟ الاستفهام بتاعتنا. ملوك هنا جمع، يبقى على طول مباشره يا جماعه هيبقى ايه؟ كم الخبريه، كم ملوك اصبحوا اذلاء، ونحط علامه التعجب بتاعتنا. كم علم درس، يبقى هنا ايه؟ هنحط علامه التعجب، وهنحط ايه؟ كم هنا هتبقى كم خبريه. ايضا هنا يا جماعه في الأخيرة هنا يا ولاد رقم 5 هنحطه من أيام، أيام جمع وقبلها حرف جر، يبقى على طول مباشرة كم الخبرية، إنها دلت على كثرة عدد الأيام اللي ذهبت هباء، وهنحط علامة التعجب بتاعتنا. طيب في المثال رقم 2 أو التدريب رقم 2 يقول لك بين نوع كم في الجمل الآتية ثم أعرض التمييز. طيب هنقول هنا يا جماعة كم يوما في الشهر، احنا عارفين ان الشهر فيه 30 يوم، يبقى هنا كم هنا ايه يا جماعة؟ نكتب هنا ايه؟ كم استفهامية. هو ما حطلكش علامة الاستفهام، احنا المفروض طبعا نحط علامة الاستفهام، لكن هو ما حطلهاش عشان بس ايه؟ تقدر تفرج او يشوفك فاهم او ما انتش فاهم. والتمييز بتاعها هنا هيكون مفرد منصوب، مفرد ايه؟ منصوب. طبعا على طول كم من ايام ضاع في اللهو واللعب، نفس النظام هنشوف كم من ديت هي المثال رقم 5 في المثال السابق، يبقى كم هنا ايه؟ خبريه. طب التمييز بتاعها هنا يا جماعه هيبقى جمع مجرور، جمع ايه؟ مجرور بعد حرف الجر من. طيب بكم جنيه اشتريت هذه الساعه؟ طبعا ده في المثال اللي خدناه في الامثله اللي موجوده فوق في الشرح، بيقول لك ايه هناك؟ بيقول لك في كم يوم انجزت العمل، يبقى هنا نفس النظام، بكم جنيه اشتريت هذه الساعه، يبقى كم هنا ايه؟ كم استفهاميه، بس استفهم عن عدد الجنيهات اللي اشتريتها ليه الساعه. طب التمييز بتاعها مفرد مجرور بعد كم؟ لا بعد حرف الجر اللي هي ايه يا اولاد؟ الباء، الباء هنا حرف جر من حروف الجر. طيب رقم 4 من كم لاعب يتكون فريق كرة القدم؟ نفس النظام هناك في المثال اللي موجود الأخير في العلامات أو كم الاستفهامية، من كم يوم أو في كم يوم أنجزت العمل، هنا بيقول لك من كم لاعب يتكون فريق كرة القدم، يبقى هنا إيه؟ هنلاقي الفريق يتكون من مثلا 11 لاعب، يبقى هنا إيه؟ لاعب هنا تمييز مفرد مجرور، وكم هنا كم استفهامية. كم كتابا في مكتبة المدرسة؟ نفس المثال اللي موجود في أول الأمثلة، كم كتابا في مكتبتك؟ طبعا في مكتبة المدرسة ممكن تعد الكتب اللي موجودة معاك مثلا أو اللي موجودة في المكتبة، يبقى هنا كم إيه؟ كم استفهامية، وكتابا التمييز بتاعنا هنا إيه؟ مفرد منصوب، مفرد إيه؟ منصوب. ده المثال أو التدريب رقم 2. تعالوا مع بعض نشوف التدريب رقم 3. طبعا هنا بيقول لك صور الاخطاء في الجمل الاتيه، طبعا انت هتشوف الخطا فين ونحط ايه ونشيل تحته خط ونصور هذا الخطا.
أولا السؤال الأولاني بيقول كم شهورا في السنة؟ طبعا كلمة شهور ديت جمع، والتمييز بتاعنا هنا ما ينفعش نقول في كامل استفهامية شهورا، لأن احنا عارفين عدد شهور السنة 12 شهر، يبقى هنا هنقول ايه كم شهرا، يبقى الكلمة الخطأ هنا جماعة اللي هي شهور هنحط مكانها شهر، خلاص يبقى كم شهرا في السنة. طيب في المثال رقم 2 بيقول كم من قائد مات في سبيل الحق؟ طبعا هنا على طول التمييز بتاعنا قائد، والقائد ده ليه بعد حرف جر، يبقى هنا ايه من خلال فهمك للأمثلة السابقة والفرق بين كم السابق وكم الاستفهامية وكم الخبرية هتعرف ان كم هنا يا جماعة كم خبرية تدل على كثرة القواد اللي ماتوا في سبيل الحق. يبقى الغلط عندنا هنا يا جماعة علامة الاستفهام هنشيلها ونحط مكانها علامة التعجب. طيب المثال اللي بعد كده كم طلاب في الفصل؟ طبعا هنا احنا عارفين كلنا عدد الطلاب اللي في الفصل، او احنا كلنا بنبقى عارفين عدد الطلاب اللي في الفصول او اللي موجودين في الفصول يا جماعه. فطبعا هنا فيها خطأين، الخطأ الاولاني كلمة طلاب، طلاب هنا هنخليها كم طالبا، يبقى هنا ايه تمييز كامل استفهامية مفرد منصوب، يبقى كم طالبا في الفصل، وبدل علامة التعجب هنحطه علامة الاستفهام، علامة الايه الاستفهام. كم يوم كنا بنقول هنا كم يوم في الاسبوع، جينا طبعا هنحطه تبقى كم يوما في الاسبوع، وبعد علامة التعجب هنحطه علامة الاستفهام، هو انا عايز يسألك على عدد ايام الاسبوع، احنا عارفين كل عدد ايام الاسبوع 7، فعشان كده هيبقى ايه ما بيدلش على الكثرة ولا شيء، ولكنها تدل استفهم عن عدد ايام الاسبوع. يبقى بكده يا جماعة عرفنا معنى كم الاستفهامية ومعنى كم الخبرية، وعرفنا طبعا من خلال الأمثلة أو التدريبات اللي احنا حلناها ديت يا جماعة أكيد فهمنا معنى كم الخبرية وكم الاستفهامية. طيب الواجب بتاعنا يا جماعة دلوقتي من خلال الشرح دوت هنحاول نفرق أو كل واحد يفرق لي بين كم الاستفهامية وكم الخبرية، ويبعتها لنا طبعا على الماسنجر او على التعليقات اللي موجوده على الفيسبوك، من خلالها هنعرف احنا شغالين او اللي موجود معنا شغال او مش شغال، وبناء على هذه الاسئله او الواجب هنحط الدرجات بتاعتنا لاعمال السنه اللي انتم بتاخدوها. وكده كده نكون انتهينا من الدرس، واي سؤال اي استفسار عن الدرس نتواصل مع بعض على صفحة الفيسبوك من خلال إيميل الموقع بتاع أو الصفحة بتاعتي عزة أبو الهلال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.